السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. اما يكون عندي موتور زي ده والفني يخش عليه ويقول الموتور ده بايظ وعاوزين الموتور تاني، هنا هيكون عندنا وقفة شوية اللي هنقف مع بعضنا ونتكلم ونشوف ليه الفني قال الموتور ده بايظ. لان في قاعدة موجودة عند معظم الفنيين، ان المثلث راسه مقلوبة لتحت يبقى اللي تحت كومن واللي على الشمال هو رانينج، وده قاعدة موجودة لمعظم الفنيين. ما نعرفش للكل قاعدة شواذ، واتكلمت عنها قبل كده في فيديو قبل كده عن الكباس ال جي بصفة عامة، واتكلمت عنه كتير وكنت عامل عنه فيديو من حوالي من سنة. كباس ال جي له مواصفات خاصة وله أيسان خاص مختلف عن الأيسان اللي احنا متعودين عليه، وراس المثلث بتاعته سواء مختلف لتحت او لفوق انا ما بقتنعش بالمقاسات، انا بقتنع بحاجة اسمها التداشيت او البصمة الخاصة بالكباس. انا بدخل على الموديل بتاعه الموجود هنا وابدأ انا ابحث عنه على النت واشوف مواصفاته ايه بالظبط. بقتنع بحاجة تانية، اللي انا دايما لما اجي افك اي كباس جديد قدامي ولا حاجة، اللي انا دايما اجيب الابوميتر بتاعي واجيب مقاوماته واقيسها واعرف المقاومه الخاصه بالبي تي سي ده مظبوطه ولا مش مظبوطه بالظبط، واعرف مقاومتها قد ايه، وبعد كده احدد هل يصلح معايا ان اعمل المقاومات ديت ولا لا، لو قابلني نفس الموديل بنفس اي حاجه، وابدا انا اسجل في ورقه وقلم. متعارف علينا اللي احنا بنجيب الابوميتر وبنقيس وبنعرف فين الكومان وفين الستارت وفين الحاجات دي كلها عن طريق الابوميتر، ونبدا نحدد هنا المقاومات اللي هتظهر لنا هنا، نبدا نحدد الكومان ورانينج والستار، ودي حاجه معروفه ومتعارف عليها بين الفنيين كلها. اول ما نظهر علامه الاي فوق، هسيب لكم الفيديو اللي انا كنت عامله على ال جي والكباس ال جي وفتح الكتالوج بتاعه وازاي ايسانه المظبوط وازاي ان انا اطلع الداتا شيت بتاعته من على الكمبيوتر او من على النت بصفه عامه من على جوجل. ولكن انا الفيديو الخاص بيا ده النهارده عشان خاطر الفنيين اخواننا وحبايبنا يخلي بالهم من الامور اللي بتدور حواليهم او التقدم اللي بيدور حواليهم الايام دي. طبعا ال جي شركه لها مواصفات خاصه، لها شغل خاص خالص ما نعرفش ان احنا نتكلم فيه او نقول فيه حاجه، وقلنا قبل كده لهم شغلهم الخاص بيه وحاجاتهم الخاصه بيها ودماغهم الخاصه بيها لحد اخر كباس اشتغلنا معاه بكباسات ال جي وهو الكباس اللينير. احنا بنجي نتكلم على التقدم والشغل والبيزنس الخاص بالثلاجات ال جي، فبنتكلم على ناس قاعده كل ثانيه بتحدث نفسها. فانا عندي الداتا شيت او البصمه الخاصه بالكباس موجوده قدامي الموديل بتاعه، وبالطريقة عنه اللي انا اخش على جوجل واعرف الموديل ايه بالظبط واعرف بياناته ومواصفاته والوات الخاص بيه والامبير والزيت وطريقه التوصيل الخاصه بيه، يعني حتى هو بيحدد لي طريقه التوصيل الخاصه بيه. في بعض الكباسات ال جي بتلاقي هنا مكتوب هنا دايره ومكتوب السي والار او السي والاس والام او سي ار ام او سي ار اس حسب ما هو كاتبين، بيقول لك ده مواصفات الكباس وبيحدد لك اصلا فين الكهرباء وفين الكومن. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ويكون الفيديو طويل ازيد من اللازم، انا هسيب لكم الفيديو الثاني اول ما تظهر علامه الاي فوق عشان خاطر توصلوا له ويكون معاكم الخلفيه بتاعته. لكن انا كاني كفني لما يجي لي راس المثلث مقلوبه كده حلو الكلام، وراليه طبعا انا هقول التوصيله هنا شمال، انا هجيب راليه شمال وهوصل شمال كده، هوصل الموتور الكمبروسر هيتحرك منه وهيولع. لكن التوصيله الخاصه الصحيحه بتاعته بتاع الكمبروسر نفسها، اللي انا هجيب راليه الخاص بيه، راليه الخاص بيه هو شخصيا بتاعه، وهبدا اللي انا اركب راليه الخاص بيه هيكون
البنة بتاعته يمين. شايفين الكهرباء بتاعته فين؟ يمينها. طب بدي كده بنقيس المقاومات الخاصة بالرلي ده ونشوفها قد ايه بالظبط. هل عشان بعد كده لو جالي كباس اللي جي اعرف مقاوماته الخاصة قد ايه؟ انا هو وصلت الابوميتر اهو. هنشوف هيدي لي كام. اعطيلي 32 اوم. تقريبا كده نفس الباناسونيك، تقريبا نفس مقاومة الرلي الخاص بالباناسونيك، الرلي الخاص بالدامفوس تقريبا. اللي كنت عامل فيديو قبل كده عن المقاومات، هسيبها لكم برادك في اخر الفيديو عشان تراجعوا له ويكون مراجع له. المقصد من الفيديو ده مش مقصد ان انا بتعالى على حد، في واحد يجي يقول لي يعني انت لا مش بتعالى، انا بعلم الفني الشغل الصح هيكون ازاي. لما تخش على كباس ويكون بالوضع اللي قدامك ده، اولا ذات نفسي مانيش عارف بياناته ازاي، او لقيت عندي حاجه مقلوبه، مش غلط ان انا اخش على النت واخد موديل الكباس واكتب واعمل كل ده. موديل الكباس معاكم، هيكون نازل معاكم موديل الكباس، وخشوا على النت وابحثوا عنه، واسيب لكم الفيديو الثاني في علامه الاي، واسيب لكم بعض الفيديوهات في اخر الفيديو عشان تتعلموا منها وتستفادوا كويس جدا جدا جدا. معلش الفيديو تعليمي عشان خاطر فين تخلي بالها وتعرف ان كل قاعده شواذ، ولكل شغلانه لها الشواذ الخاصه بتاعتها، ما هوش سيستم واحد يا جماعه احنا ماشيين عليه. مش سيستم واحد خلاص، انا لقيت راس المثلث لتحت يبقى الكومن هنا على الشمال، راس المثلث لفوق انا اسف الكومن تحت يبقى راننج على الشمال، ده يبقى الكومن فوق يبقى راننج على اليمين. لا، في قواعد وفي شواذ وفي حاجات من دي، وفي اغلب الفنيين لما بتخش على الكباس ال جي بالذات ده اهو بتقول عليه محروق. محروق ليه؟ لان هي ما وصلتوش الطريقه الصحيحه بتاعته. يا اخويا الفنيين اهلا وسهلا بيكم مجددا، واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده واستفدنا مع بعضنا. وتحياتي لكم جميعا، كان معاكم هدى ابو العنين من قناه التصوير في التبادل المنزلي، واتمنى لي ولكم التوفيق الدائم باذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم مع الفيديو وتشوفوا احوال الفيديو ايه بالظبط، وتتاقلموا مع الفيديوهات الثانيه اللي انا هسيبها لكم في اخر الفيديو. وبالتوفيق لي ولكم باذن الله سبحانه وتعالى. قال الموتور ده بايظ، لان في قاعده موجوده عند معظم الفنيين ان المثلث راسه مقلوبه لتحت، يبقى اللي تحت كومن واللي على الشمال هو راننج. وده قاعده موجوده. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.